الله لو شايف. النهاردة هنعمل فطير وزبطناها بدا يعني حاجة هنا بس انا حتى يعني. واستخدمنا السكر معلقتين سكر واستخدمنا المية وحطيناها هنا ويلا بينا نبدأ. هاجي بقى تمام مش كافية يعني المية زيادة او يعني كده فانا بعملها بس لازم تاخد العجينة يعني عشان نعمل لها استراحة احنا بس هنقلبها واحدة واحدة. لو كان السكر مذابش او حاجة كده يعني او مسؤولة ماشي يا صبي بس لكن لازلتي بس يعني لما العجينة وارجع لكم لما كويس انا هلم العجينة وارجع لكم من تاني يا صبي باي. ازيكم يا صحابي ورجعنا لكم في الحلقة التانية. وعلى فكرة احنا زبطنا العجينة وملزقش ابدا في ايدينا حتى ما تلزقتش. انا لما امسكها بس مش بتلزق في ايدي او يعني بس هي لازقة في الطبق هنمسكها كويس. مسكناها يا صحابي كده لازم ننزلها وبرضو نعمل كل حاجة بس اتلزقت في ايدي شايفين. المفروض لما بتلزق ويبقى في مية كتير نحط لها دقيق شوية. ايوة زبطوها. نزبطها بايه بدقيق ونعجن شوية لغاية ما تلزقش خالص وبعد كده نسيبها تستريح ولا نشتغل على طول. ايوة نسيبها تستريح وبعد ما تستريح نطبطبها كده بايدينا وبعد ما نجهزها نحطها في الفرن اللي هناك. باي باي. عملنا بيتزا ودي بيتزا هيامي تيجوا معانا نحطها في الفرن مع بعضينا. وكده يا اصحابي حطينا البيتزا يعني على اقل ما في البيتزا التاني انا عامل ودي بيتزا صيامي على اقل في واحدة كبيرة شايفين. مرحبا يا اصحابي انا دلوقتي بعمل اكل لذيذ او انتوا هتحبوه. ده كنافة رمضان دي يا جويس ولا ايه؟ لا مش مناسبة رمضان. امال ايه؟ حاجات عن اكل حلو. ده بيتعمل من ايه؟ ايه ده؟ سكر وزيت وبرضو من البتاع اللي انا حطيت منه الابيض. بس انت حطيتي ابيض كتير. دي كنافة دي معقولة دي هتطلع كنافة؟ لا مش هتطلع كنافة. امال هتطلع ايه؟ الاكل لذيذ وحلو. طب يا ستي ماشي كنافة رمضان وكل سنة وانتوا طيبين. عازمينكم على الفطار وعلى كنافة رمضان قولي لاصحابك. ايوة عايزين كده عشان يقبل اكل حلو. وبعد كده هو في زينة رمضان تحت الشقة اللي احنا بنطلع بيه من في لها الاسانسير وبعد كده ده أكل. ايوه عندنا زينة رمضان تحت في الاسانسير ونحط الاكل بتاع رمضان كمان. ماشي قولي كل سنة وانتوا طيبين لاصحابك. كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم. ورمضان كريم.
رمضان كريم. باي. ما تنسوش تحط لايك وتعملوا سبسكرايب عشان شير ولايك وباي. الله لو شايف صحابي النهارده عندنا بيتزا لذيذة وطف. حتى بيتزا من اللحمة ممكن ناكلها. حتى البيتزا دي ممكن البيتزا دي يا صحابي حلوة جدا. يلا بينا خليكم في البيت وهنعمل لكم بيتزا. خليكم في البيت بس بس اوعى حد ينسى ان يجيب دي ايه عشان دي احطه النهارده. ودي استوت؟ ودي استوت يا صحابي. بالهنا والشفا. بالهنا والشفا. واو سخنة. فعلا سخنة جدا. انتي حطيتي هنا يا شيف جويس في الفرن؟ بالتأكيد. طب اقفلي الفرن. لا ادي سخنة. انت عايزة مساعد ولا ايه؟ تعالوا نشوف البيتزا دي النهاردة. يلا قولي لهم تعالوا كلوا معايا. تعالوا افطروا معايا. قولي لهم تعالوا افطروا معايا. تعالوا افطروا معايا البيتزا دي. باي باي. باي باي. باي باي. تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا على الجرس عشان يوصلكم كل جديد. جود لك.